أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أبناء الزوج يبقون محارم لزوجة الأب بعد طلاقها؟ أي نعم، أبناء زوجها الذي عقد عليها حتى ولو لم يدخل بها، إذا عقد عليها مجرد عقد فأبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته إلى آخره يكونون محارم لامرأة أبيهم أو جدهم أو جد جدهم. نعم.